حزمة من الإصلاحات يبدو أن حكومة نجلاء بودن ستنطلق قريبا في تنفيذها رغم تعطل المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث أفادت وزيرة المالية سهام البغديري بأن الحكومة ستقوم بمراجعة أجور الموظفين بالقطاع العام في حدود ما تسمح به إمكانيات الدولة، لتعود الوزيرة وتنفي تصريحها وتؤكد أنه لا نية للحكومة التقليص في الأجور. تدارك لربما يعكس الخشية من ردة فعل قطاعية غاضبة تجاه هكذا قرار، سيما وأن الناطق الرسمي باسم الحكومة سبق وأن أعلن أن صندوق النقد الدولي وضع جملة من الشروط من بينها التحكم في كتلة الأجور. تصريح يأتي في وقت شهدت فيه أسعار المواد الغذائية والمواد المصنعة والخدمات والاستهلاك العائلي ارتفاعا تجاوز نسبة 9% حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء، ليعكس بدوره ارتفاع حجم التضخم إلى مستوى 7.8% خلال شهر مايو المنقضي مقابل 7.5% خلال شهر أبريل و 7.2% في شهر مارس. وضعية لفت بخصوصها الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية باتحاد الشغل حفيظ حفيظ إلى أن الحكومة طلبت تأجيل المفاوضات إلى ما بعد الاستفتاء المقرر في 25 من جويلية المقبل، وهو ما يمكن أن يرفضه الاتحاد لدقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يمكن أن ينتظر في ظل ركود الأسعار وتجميد الأجور حسب قوله. زيادات شملت أغلب القطاعات والمجالات، قابله تدهور في المقدرة الشرائية وفي الوضع الاجتماعي لمعظم التونسيين، دفع بالاتحاد العام التونسي للشغل لإعلان الإضراب العام يوم 16 من جوال الحالي. فأي دور اجتماعي ما زال أمام الدولة لتحافظ عليه؟ وكيف سيؤثر الإضراب العام المزمع تنفيذه في مسار المفاوضات بين الجانبين؟